صعوبات كثيره في الكاميرون بالنسبه للفضاء الرياضي ما لقيناش فين كنترينيو. وبالنسبه للدراري اللي عندهم ميزان كان شويه قاصح عليهم على الميزان باش يحرقوا تماك. الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. الدراري تقاتلوا بين واحد الروح رياضيه، جبنا حرزنا 5 ميداليات ذهبيه، وكنت نوقي لك كانت اول 5 ميداليه غتجي في بطوله افريقيا. والحمد لله مازال خير ان شاء الله، وكاين باقا شهر تقريبا الكاليفيكاسيون لي جولمبيك. حنا ماشي صافي جبنا ميداليات غنوقفوا، ولا بالعكس غنخدموا غنواظبوا اكثر باش نكونوا باش اكثر عدد يكاليف ان شاء الله. وتمنينا ان شاء الله يكاليفوا كاع الدراري في كاع الكاتيجوري ان شاء الله. مازال هنا الخير، وكاين اولمبياد في باري، كنتمنى ان شاء الله كاع الدراري يكونوا مكلفين ان شاء الله. الميدالية حصلت عليها، لعبت ثلاثة الكومبيات، كانوا صعوبة كبيرة في تلاقيت مع أبطال، وأنا لعب بادي تلاقيت مع في الفينال لعبت مع جابون، كان بطل قديم عنده عدة ألقاب، الحمد لله تغلبت عليه بالنقاط ب5-0، وإن شاء الله مازال غنواظبوا إن شاء الله وغنحققوا إنجازات كثير. هذا الفوز كنبغي نهدي أول حاجة للوالدين ديالي اللي هما الحافز الأول ليا، وكنبغي نهدي للشعب المغربي، وكنبغي نهدي لجلالة الملك نصر الله. كان الفيكتيف ديالنا ماشي حنا، ماشي جايبين الموازن كاملين، كان الفيكتيف ديالنا صغير، وكانوا الدول الكونغو اللي كانت كنا الكونغو الديمقراطية اللي كنا كنتنافسوا معاها، لأن هي معروفة جا الجنرال ديالهم اللي كان هو رئيس الوفد ديالهم، وكانت خدينا شي 5 المقابلات مع الكونغو وحاولنا نقصيهم كاملين، وكان شوية المشاكل في القاعة وداكشي على الضغط، قالوا لهم كيفاش المغاربة كيربحوا، قلنا لهم ممتنين ومزيانين وواجدين. والحمد لله كنشكروا الإخوان ديالنا الصغار السمغولي، وكنشكر الاخ العزوي والاخ سليمان، وكنشكر الاخ 49 اللي هما دراري صغار وحاولوا يديروا واحد البصمه. الحمد لله كنقول لهم الا بقى المدرب نافي هشام الملاكمه غتزيد تسهر، غير عاونوا شويه. وكما كتعرفوا كاينين شي ملاكمين اللي هما بحال نقولوا اخر عام عندهم فريد الملاكمه، والحمد لله حنا غنديروا المجهودات ديالنا على قبل الدرابو الوطني وعلى قبل الرئيس ديالنا اللي هو مساندنا وكيعاوننا السي جواد بالحاج، كنشكروا من هذا المنبر هذا. وكنشكر الاطر التقنيه ديال الفيدراسيون، وكنبقى نوجه رساله اللي كنشكر واحد رئيس وفد مشى معنا الله يعمر دار، خدانا بحال وليداته السي نبيل، السينابي اللي خدم عاون دري بزاف، وكانت الماكله ناقصه تما، كانت المعاناه في الماكله وداكشي، وحاولوا يخرجنا من هذا البيريود ديال الماكله، ودنا واحد ريستو تركيا وداكشي انا كناكلو عندهم. والحمد لله انا فرحان بزاف، وكانوا المدربين متحدين لا عاشق لا سرور لا هشام نافي لا ايريك، كانوا تما واحد بحال الاخوه، كانوا المدرب ديال الدريات هو ديال الاولاد، المدرب ديال الاولاد هو ديال البنات. الا مشى المدرب وكانت لعبه دريه مورا كيسخن بها ديال الاولاد، ولا مشى المدرب ديال الاولاد كيسخن بالمدرب، كان تلاحم بزاف. وانا كنت فرحان مش داكشي، علاش بنادم ما غاديش يمشي ميداليه؟ وان شاء الله غنحاولوا، خدينا بروميام بلاص وغنحاولوا نمثلوا الشعب المغربي في القصائد ديال الاولمبيك، وان شاء الله نحاولوا باش نكون عاوتاني حنا في الصداره ان شاء الله، علاش لا، ونكونوا باحد الميداليات في الالعاب الاولمبيه علاش لا. انا بالنسبه لي لعبت جوج لي اولمبيك كتبان لي ساهله علاش لا. لي اولمبيك الاولى خسرت في كارت فينال على الميداليه، خسرت مع صاحب الميداليه الذهبيه، واستطعت نتصنف الخامس عالميا، وخسرت غير بشي فرق لي 3-2 هي ماشي بزاف. وان شاء الله كنقول لهم طمنوا على رياضه الملاكمه، راه غادي في السير ان شاء الله.